عندكم. ما فيش لزوم للهيصة دي. يلا كل واحد في مكانه. الفارس موجود هنا. أظنه لقيه فوق. صحفية اتعبتوا قوي، ربنا معاكم، تصبحوا على خير. البوليس، البوليس هجم الكباريه. بتقولي ايه؟ معقول الكلام ده؟ الكلب حسام ما ضربش الجرس ليه عشان ينبهنا؟ ساعديني بسرعة. سيب الحنفية مفتوحة. افتح الباب يلا. افتح. دقيقة دقيقة من فضلكم. ما تحاولش تهرب. افتح. تعال. اشربي. افتح الباب. صنفي بودرة ممتاز، عشان كده مكياجك هايل يا ست. ايه رأيك بكاس ويسكي؟ هات مفاتيح. بتقول مفاتيح؟ ايوه مفاتيح دولاب السم بتاعك. المفاتيح مش معايا. اظن المفتاح ده بتاع دولاب مهم قوي مش كده؟ لكن هو فين؟ اللوحة دي جنان، تسمح أشوفها عن قريب؟ الست دي عريانة، ما بتخفيش مفاتنها أبداً. لكن أنا شايف إنها بتخفي وراها حاجات وحاجات مهمة قوي مش كده؟ وقعت يا حدق، يلا بينا. وما تنسوش ضيفنا العزيز تاجر السموم. Thank you.
الخطر الكبير اللي بيهدد الشرق الاوسط اليومين دول واحد من تجار السم الابيض، والحقيقه انه بيشتغل في نطاق واسع قوي، اسمه انور ومحدش يقدر يقابله، ده اللي نعرفه. اتفضل. اهلا وسهلا، يسعدني ويشرفني اني اقدم لكم مدير مفتش الامن في لبنان الصديق السيد علي. كنت بدي الاخوه فكره عن انور، لكن طبعا معلوماتكم عنه اكبر واوضح. اتفضل هنا لو سمحت. الحقيقه يا اصدقائي اننا ما نعرفش انور يبقى مين، لكن من تصرفاته واعماله قدرنا نعرف حاجه بسيطه عن حقيقته، يعني الصفه اللي نقدر نديها له اننا نقدر نقول انه راجل قدر يسيطر على كل الرجال. كنت قلت لنا عن بعض الحوادث اللي بيعملها. ايوه، وهي مكتوبه في الاوراق دي، والاماكن اللي واخدها مراكز لاهدافه منها شركات بترول ومؤسسات كبيره ومكاتب تجاريه. غريبه كل الحاجات دي اللي بيعملها، ما نقدرش نعرف هو مين. التحريات اللي قمنا بيها خسرتنا رجاله، لكن قربتنا من الهدف، ودلوقتي لازم نفضل ندور عن طريقه نقدر نخلص بيها على انور. لكن الصعوبة انه اغلب رجالته بيتعاطوا المخدرات، وبالطريقة دي قادر يسيطر عليهم. قصدك سطوته كبيرة مش كده؟ ايوة، وخصوصا في الشرق الاوسط اللي هو اكثر حساسية في العالم، واي حاجة صغيرة ممكن تخليه على شفير الهاوية، وانور ده مش حاجة صغيرة ابدا، ده خطر على اي بلد يقدر يشتري منها بفلوسه رجالة يشتغلوا لحسابه، والنهاردة بيشتري رجالة من كل بلدان العالم. عندك حق، غريبة دي حاجة مش معقولة أبدا. أنا جيت هنا عشان نتعاون مع بعض. أنور ده زي التعبان بينفي السموم من غير ما حد يدري بيه، علشان كده القضاء مش سهل عليه أبدا، ده خطر على مجتمعنا، لازم نحاربه بكل قوتنا. ايه رايكم نختار واحد من رجالتنا يكون ماهر في الرمايه ويسيبه باول سنه؟ ده كلام معقول يا حضره الريس، في واحد مفيش غيره وانت تعرفه قوي. قصدك جلال. Beni kollarınla durmadan sev, demirden yumruklarıyla düşen, dudaklarıyla sevişen. Güvenme, tabancandan korkmuyorum, ne kurşunundan ne yumruklarından. Sen her gece rüyalarıma girersin, benim korkum dudaklarından. اهلا. ايه المفاجأة الحلوة دي؟ افتكرت انك مش هتيجي تزورني فجيت ازورك. انا سعيد قوي بالزيارة دي. في الحقيقة ده سبب مهم قوي. طبعا، وانا صدقت انها زيارة وبس. هقول لك على كل حاجة، تعال. طبعا اصدقائك مش هتسيبهم لوحدهم، برضو جبتهم معاك. الحزام اللي بتربطه تحت ايدك دايما، والمسدس اللي تقدر تعتمد عليه في حالة الخطر، طبعا مش جديد عليك، ودي العين السحرية، وده الخنجر، وحاجات بسيطة، وكل ده طبعا انت عارفه. ودي الحاجة اللي تخليك تقدر تتصل بيا. وده عنوان الشخص اللي هتتعامل معاه في بيروت. كلمة السر عندنا طوكيو جينزا. طوكيو جينزا. طوكيو جينزا اسم لطيف. دي الفلوس بتاعتك، وده دفتر شيكات، ودلوقتي اقدر اعتمد عليك علشان بقيت عدو انور. ده
ده انت باين عليك كريم قوي النهارده. مش انا اللي بديلك، دي الحكومة اللبنانية والتركية هي اللي بتدفع. افتكرت حاجة، مفيش أمل خالص من كوبري أحمد؟ عايز تجرب؟ أنا عندي فكرة إننا نسيبه شوية. أنت بتهزر؟ لا بتكلم جد. بعدين؟ أنت مش واثق بيا؟ طبعا يا جلال واثق بيك. انت يا استاذ رايح على فين؟ هي وكلم غير بواب؟ ده انا عايز ابيع سكينه طليانيه هايله وجنان. ايه ده؟ انت بتخرف؟ بشويش تفرج الفرجه ببلاش. ايه انت كروديا؟ دي ما تسواش تعريفه. بالعكس دي حاجه تانيه وبتشتغل على الحدين. مش قلت لك انها بتشتغل على الحدين؟ ما تتعبيش ايدك الناعمه. ما تبقاش تعمل جدع، اصلك ما قعدتش تنفع للشغلانه دي، وانت كبرت خلاص ولازمك تقاعد. انت مين وعايز ايه؟ انت ما تعرفنيش، لكن بعد النهارده كل واحد هيعرفني. انا زهقت خلاص من ركوب الخيل في السبق، وسمعت انك بتشتغل في حاجه بتكسب ذهب، وانا هبقى الريس. انا مش عايز ابيع الكباريه بتاعتي. وانا كمان مش عايز اشتري، انا قلت لك عايز اخد. حاسب يا بيه، ان كنت فاكر تقدر تهرب، وانا شطبت على رجالتك. خليك مستريحه يا حلوه، اصلنا لسه بنتكلم في الشغل.
شوف بقى، انت تقدر تلاقي شغل لكن مش حياة جديدة. انت بتقول عايز تحل محلي، لكن مش اي واحد يقدر ينجح في الشغلانة دي. انت اللي ما تقدرش تنجح بيه. العمل ده بيكتب ملايين، لكن اللي بيشتغلوا بيه قليلين قوي. اصل الكباريه بتاعي صغير قوي، هتجيب الملايين منين؟ ما تعملش نفسك عبيط، انا بعرف كل حاجه يا حدق بتحصل عندك في الكباريه. فكر بالموضوع كويس. انا ما عنديش فكره عن الحاجات اللي حضرتك بتقول انك تعرفها او ما تعرفهاش، لكن زي ما قلت لك الشغلانه دي ما تناسبش حضرتك. انا عندي فلوس في الاوضه. حضرتك بتلعب بالملايين وعايز تضحك عليا؟ انا مش هقدر اصبر عليك اكتر من كده. انت مش عايز تفهمني. جرحته يا مجرم. معلش يا حلو، انا بس علمت المكان اللي هشطبه. انت هتكلم؟ ايه اللي عايز تعرفه دلوقتي؟ نقدر نتفاهم. انا عارف انك بتستعمل الكباري بتاعك للمتاجرة بالافيون. عرفت ازاي؟ انا كنت يعني بحسب، لكن دلوقتي اتاكدت. والراجل موجود في لبنان. ده انت ما تعرفش خطورة العمل ده. ده انا لو اتكلمت دول يقتلوني. ولو ما اتكلمتش انا هخلص عليك دلوقتي. سكوتك معناه انك تفضل تموت بالسكينة بتاعتي. ايه رأيك؟ هتكلم؟ ده انا بتعامل مع الجماعه دول بواسطه راجل اسمه يحيى. طب كويس، دلوقتي نشوف ازاي. انت هتقابله؟ طبعا هقابله، احنا مش اتفقنا على كده؟ فين الفلوس؟ انا كنت دايما بشيلها في الكباريه في الاوضه السريه. ده كلام معقول؟ ودلوقتي امضي هنا، انت نازلك على الكباريه. يلا بينا دلوقتي. هتاخدنا على فين؟ بعدين تعرفي. يلا البس هدومك وخد بالك، اي حركة توديك جهنم على طول. ودي الامانة لمطرحها وحصلني على الكباريه. حاضر. انتوا يا حضرات احنا شطبنا خلاص. تقدم يا واد وقدم الطاعة للرئيس بتاعك. طب نجر، انت باين عليك سكرانتينا. انا ما احبش مزرعة الجد. وقلنا نجروا. اخرس. ايه ده؟ مين دول؟ والله ما انا عارف، بيقولوا ان الرئيس الجديد. دول بينفعونا في الكباريه بتاعنا. رئيس ايه؟ انت بتهزر؟ اسمع بقى، ان كنت عايز تشتغل عندي لازم تعرف انه اسمي شاكر علي. البطاقه دي بتاعتي. دي بقى عشان قله ادبك. انا هسامحكم المره دي، لكن يكون في علمكم لو حطت الحاجات دي مره تانيه كمان الكباريه هيبقى مقبرتكم. انتوا شايفيني اكتر من كوبرا، والتنازل ده بيثبت لكم انه الكباريه اصبح ملكي انا. يعني الحكاية مش عايزة لا لف ولا دوران. مساعدي فاروق هيبقى مديركم الجديد، مفهوم؟ عمرك يا معلم. كل واحد يشوف شغله. لموا الحاجات دي، يلا بسرعة. تعال أنت كمان. يحيى ما اتصلش بالتليفون؟ آه، سأل عن كوبرا. قال إيه؟ قال إنه البضاعة جاهزة عشان كوبرا يكون جاهز بكرة ومعاه الفلوس. طيب، وروح شوف شغلك. Thank you.
انت يحيى؟ عايزين انا جاب بدال احمد كوبرا، معايا الفلوس، بضاعة موجودة. نشوف الفلوس. تعال معايا. فين كوبرا؟ انا خدت مطرحه ومن النهاردة هنشتغل مع بعض. ما عنديش مانع، المهم الفلوس. الفلوس دي حاجة بسيطة، المهم ان نقدر نقابل معلم ونوسع الشغل معاه. لكن المعلم ما بيقابلش حد. بيقابلش حد ليه؟ نسافر بيروت سوا وتاخد لي ميعاد معاه، والرفض ارجع. طيب نجرب. الو، شركة المطار، هو انت يا جلال؟ حضرة الرئيس، انا في الشارع ومعايا الشنطة ودي مليانة بضاعة، هسافر مع يحيى عبيروت. انا هخلي رجالة تراقب المحطة. متشكر، مع السلامة. متأسف.
تسمح من فضلك؟ طبعا اتفضل. متشكر. تعرفي انه اسوأ حاجة في السفر انه الواحد يقعد ياكل لوحده؟ انا ما احبش اقعد ياكل لوحدي ابدا. يمكن عشان ما تعودتش. لازم كنت في مدرسة داخلي. فعلا، لكن ما فكرتش بالسبب ده. واسف عشان ما قدمتلكيش نفسي. شاكر علي، وانا مسافر بيروت عشان شغلانة صغيرة. تشرفنا، وانا اسمي امال، مسافرة بيروت في شغل. هغني في كباري باخوس. اوه كويس قوي. من فضلك كوباية عصير ليمون. حاضر. دي أول مرة بتسافري؟ أيوة صحيح، ونفسي أشوف بيروت. أنا شفتها قبل كده وافتكر إنها هتعجبك برضو. حجزت غرفة في أوتيل دولفين. يا ترى عندك فكرة عن الأوتيل ده؟ ده أوتيل لطيف وكويس قوي وبيعجبني. أيوة صحيح، إن شاء الله يعجبني زي ما عجبك أنت كمان. المهم إننا هنكون في نفس الأوتيل وجنبي بعض. جرسون. متشكر قوي يا مدموزيل عشان ما سبتنيش اكل لوحدي. وانا ما قلتلكش اني كنت في مدرسة داخلي وما بحبش كمان اكل لوحدي. وانا بقى مش هخليكي تاكلي لوحدك ابدا. تشرفت بمعرفتك، تسمح لي؟ عن اذنك. تفضلي. طبعا هنتقابل مرة تانية. جرسون. اتفضل. شكرا. أنا آسف أوي، ما كانش قصدي. معلش، حصل خير. عندي شغلانة صغيرة لازم أخلصها قبل ما أروح الأوتيل. عن إذنك. وصل المدموزيل لأوتيل دولفين يا اسطى. حاضر.
علشانك. شكرا. لف بسرعة واجري ورا التاكسي اللي ورانا ده. وين بتريد وصلك؟ سوق الخضار القديم من فضلك. بسرعة أكتر من فضلك. خد يمينك يا اسطى اكتر شويه.
اتفضل. انا وصلت النهارده وبس من طوكيو جنبي. انا كنت بانتظارك. اتفضل حتى ما حدا يضايقنا. ايه يا اخ، كيفك وكيف كانت الرحله؟ والله زي افلام جيمس بوند. وضح اكتر. قتلوا الراجل اللي كان هيوصلنا الراس بتاعهم وسرقوا منه الشنطه والدفتر اللي فيه كل المعلومات. خير، وبعدين؟ المهم ان رجعت وحصلت عليه، لكن مش عارفين اذا نقدر نحل رموزه. يمكن بدها شغل كتير. الرجال اللي كان صلة بيننا وبينهم مات، صارت القضية صعبة. والغريب انه الدفتر ده كان مع واحدة بنت. أظن إن ليها علاقة بالموضوع ده. تفتكر بتشتغل لحساب مين؟ ده اللي عايز أعرفه على كل حال. واسمي في أوتيل دولفين هيكون شاكر علي. رح أبعت لك أحد رجالي على الأوتيل، وأنا رح أعمل كل جهدي حتى ساعدك. متشكر أوي. ودلوقتي فوتك بعافية. مع السلامة. شاكر علي. اهلا وسهلا. تفضل. لحظه من فضلك. يلزم أي خدمة؟ إزازة ويسكي، تلج وسندويشات. حاضر يا بيه. الو، اوه انت زيك. ارجو اني ما كنتش زعجتك لما عرفت انك جيت الاوتيل، عشان كده طلبتك. بالعكس، انا سعيد قوي عشان طلبتيني. انا كنت حاسبقك، عندي فكره مش عارف ان كانت هتعجبك. في محل هنا مشهور بالسمك حلو قوي اسمه بيبلوس، ايه رايك نروح له سوا؟ قلت ايه؟ انا مستني جواب منك. قلت ايه؟ على فكرة ايه رأيك لو تيجي نشرب كاسين سوا ونقرر؟ ها؟ موافقة؟ طيب انا مستنيك. لحظة، مع السلامة. علشان. شكرا.
اتفضل. ده انا حظي من السماء زي ما اكون حصلت عكنز. اتفضلي انستي العزيزه. الويسكي والتلج والسندويشات بانتظارك. تحب تشرب الويسكي ازاي؟ احب اشربه زي ما تحب تشربه انت. اتفضلي يا حلوه. يا سلام، انا سعيد قوي بالزياره دي. متاسف جدا ان كنت ازعجتك. يا ترى انت لطيف كده قدام الويسكي ده وقدام البنات الحلوين كمان اللي بيسالوا اسئله زي دي، ما اقدرش الا اكون لطيف معاه. صحتك. تعمله ده مش كويس. احنا لسه ما عرفناش بعض. ابدا، كده هنعرف بعض اكتر. اعقل ولا انت عايز تحيرني بغموضك؟ انا ما بحبش الجد وافضل السرعه في كل حاجه. تسمحي لي اندهلك امال بس؟ ما انت قلتها خلاص. ارفع ايديك. وده وقته. باين عليه مسدس هايل. الفلوس فين؟ لازم صرفتها اصلي بحبوح شويه. الدفتر فين؟ ما احنا سيبنا المدرسه وخلاص. قتلت يحيى ليه؟ البوليس ما بيهزرش في الحاجات دي، ولو كنت قاتل كنت في السجن. انا ما باكلش من الكلام ده. يحيى حياته لها ثمن. مش ندوق طعم الجمال ده؟ فكره مش بطاله. خد بالك لحسن المسدس سفر في كتك. ها؟ ارموا مسدساتكم بسرعة. كنت معدي من هنا قلت افوت عليك. كويس، اصل الضيوف جم من غير ما حد يعزم عليهم. لازم تتعلم ازاي تتصرف مع الستات. فاهم يا حدق؟ برنامجنا ما اتغيرش. يلا بسرعة يا حلو غيري هدومك، أنا في انتظارك هنا. دلوقتي نقدر نتكلم. أنا قلت ليحيى إن أخدت الشغل من كبرى أحمد، عايز أقول لك أنت كمان. روح للمعلم وقول له إن كان عايز يشتغل معايا لازم يقابلني. المعلم؟ حتى احنا ما نقدرش نشوفه. لازم تلاقي طريقه تتصل بيه وتقول له انه شاكر علي تسلم اعماله في اسطنبول. مفهوم؟ هايف زي بتفتكر المعلم يرضى يشتغل معاه؟ الظاهر انك ما تعرفنيش. طب ايه رايك اقدم لك نفسي؟ انا موجود هنا ومستني جواب المعلم بتاعكم. انت جيت بوقتك، لكن قول لي ازاي قدرت تخش من الشباك؟ أنا كنت طالع لفوق
وشفت قاسم وانا عارف انه بيشتغل لحساب انور، ده من اخطر رجالته. طب احنا هنروح نتفسح وانت خليك هنا، ولو حصل اي حاجه اتصل بيها بلاسلكي. متهيألي البنت دي دورها خطير في المهمه دي. الوطواط. المعلم بيشتغل في المعمل. قاسم وصل يا معلم. الشنطة ودفتر المعلومات فين؟ غبي، شفت الشنطة وما جبتهاش ليه؟ الشنطة كانت فاضية، الراجل ده عايز يقابلك، كان معاه واحدة في الأوضة، أنا مستني الأوامر. لازم تراقبوه كويس، أنا عايز أعرف كل حاجة عنه. Thank you.
حلو قوي. انا سعيد جدا عشان عجبك. لازم عجب بنات قبلي كتير سبقوني عليه. ما افتكرش كل البنات بيحسوا بالجمال زيك. يلا بينا نشوف. ياه المكان ده حلو قوي. يظهر ان الامواج كانت كبيره وعشان كده دخلت مركب ده هنا. المركب دي مش عشان الصيد في البحر، عشان البر. والشاليه ده لواحد صاحبي. انا جعان يا حلو، تقدري تحضري لنا لقمه؟ قبل عايزه انزل البحر. طب تقدري تغيري هدومي هنا؟ قولي لا، افتكر جسمك ما اتخلقش عشان تخفي جماله. متشكره على مجاملتك اللطيفه. من غير مجامله، انا بقول الحق. ياه احنا نسينا كنا هنعمل ايه. كنا هنعمل ايه؟ كنت هنزل البحر وانت تجهز الغدا. البحر مش هيهرب، وانا نسيت اني جعان. احنا ما نعرفش حاجه عن بعض غير اسمنا. مش كفايه؟ المهم انك معايا. ما قلتليش اي حاجه عنك، في حاجه مخبيها عليا؟ احسن انك ما تعرفيش، لانه في حاجات مش هتعجبك. اللي يعجبني بيك يمكن اسرارك وغموضك. واحد جاي يتفسح ومعاه مسدس، مش حاجة غريبة؟ أنا تعودت أحمل مسدسي في المسافات البعيدة، مش زيك أخبيه في الشنطة ويمكن حد يهاجمني. أنا سألتك عن الرجالة اللي هاجموك في أوضتك ومعاهم مسدسات، أو عن صاحبك اللي دخل من الشباك؟ لو ما كنتيش عاقلة كنت سألتي. هتعلمني ازاي بتستعملهم؟ القناع ده متصل بانبوب الاكسجين، وده لرجلين، وده عشان الصيد بس تحت الميه. انا كنت دايما بغوص في مياه غميقه قوي. في كهوف كتيره تحت الميه نقدر نروح لها لو كنت عاوز. كنت قلت انك اول مره بتيجي بيروت. ايوه دي اول مره. أما المعلومات دي عرفتها من كتب السباحة. دي أصعب حاجة، عشان تقدري ترمي السهم لازم يكون عندك قوة هايلة. ما تخافش عليا. شاطرة، لو كانت سمكة كنت صبتيها. انت عايزه تقتليني؟ غصب عني. قلبي. احلف لك انه غصب عني، ارجوك تصدقني. يا ما في ناس بتقتل وتقول غصب عني. مش عايزه افكر في اللي حصل، هروح اغير هدومي. فاي قطعت. شفتك وانا جيت. دكتور افتح الباب. كارت برضو. كارت يا حلو. سألوا عنك بالتليفون. الو الو، سالت عليا يا معلم؟ ايوه، بلغ العميل اللي جا من اسطنبول عشان يكون الليله في كباريه باخس، مفهوم؟
عمر، عاوز كرسي جالي ابراهيم يكون النهارده في باخس. حاضر. الو افندم. ايوه دي اوضته، لكن هو مش موجود. ازاي؟ عايزينه في كباريه باخوس؟ طب مين اللي عايزه؟ الو سلامات، استنتني كتير مش كده؟ في واحد سأل عليك في التليفون وما قالش اسمه، ومنتظرك الليله في كباريه باخوس. الكباريه ده بتشتغل فيه امان. الحكايه بقت جد. وحاوي يا وحاوي يا نعي النملب، لا تحكي لي نحاوي نحاوي ما بفهم، وان كان عندك مدرسه تأجي اتعلم. ألف ب ت س ج ح ف ذ ذ ر ز ز ل م ل ي. بلبس برميطة ومريول، بعد الشيطة زرقة، وبعد قدامك على طول وبسرق غمزاتك سرقة. بلبس برميطة ومريول، بعد الشيطة زرقة، وبعد قدامك على طول وبسرق غمزاتك سرقة. باخد عشرة على عشرة ويوم عن يوم بتقدم، وباخد عشرة على عشرة ويوم عن يوم بتقدم، وان كان عندك مدرسة تأجي اتعلم. ألف ب ت س ج ح ف ذ ذ ر ز ز ل م ل ي. قديش مستحلي يكون تلميذي عندك بصر، اول ما تلاقوا العيون حسيت قلبي حن وهف. قديش مستحلي يكون تلميذي عندك بالصف، اول ما تلاقوا العيون حسيت قلبي حن وهف. قال لي قلبي نشرتي بندمي وبيندم، وقال لي قلبي نشرتي بندمي وبيندم، وان كان عندك مدرسه تأجي اتعلم. الف ب ت س ج ح ف ذ ذ ر ز ز ل م ل ي. يلا قيد اسمي بسجلك، بتعلم وبتسلك وبحبك وبحنلك. تحلي مدرستك يلا وقيد اسمي بسجلك، بتعلم وبتسلك بحبك وبحنلك. صير بحكيك نحاوي تكرم عينك تكرم، صير بحكيك نحاوي تكرم عينك تكرم، وان كان عندك مدرسة تأجي تعلم. ألف ب ت س ج ح ف ذ ذ ر ز ز ل م ل ي. يا وحاوي يا وحاوي يا نعم يا منمنم، لا تحكيني نحاوي نحاوي ما بفهم، وان كان عندك مدرسة تأجي. في عندنا مثل بيقول خفيف العقل رجليه بتوجعه، وانت رجليك لازمها تكسير. دوسه دي الورده دي بعتينها لي انا، لكن ما وصلتكش لانك مش محظوظ. هتوصل، وانت اللي هتوصلها بنفسك. الورد اللي هوصله هيكون لجنازتك. باين انت الاوتيل والتانيه هناك. Thank you.
يلا شوفه يا دكتور قبل ما يموت. لكن مش هيعيش. احنا عارفين كده، لكن جبناك عشان تخليه عايش لحد ما يتكلم. ده هيموت بسرعة. اعمل اللي انت عايزه، لكن لازم يتكلم. خد بالك، لو مات قبل ما يتكلم انت هتحصله. اشرف، انت هتدي له الحقنه فين؟ في قلبه. لو ما اتكلمتش هتموت. قول لي، هي كلمة سر ايه في الخرابة؟ مش عارف، مش عارف. بقول لك اتكلم، فكر يا قاسم. طيب، الوطوات، الوطوات. انا هاخد مكانك وابقى الايد اليمين للرئيس. مش عايز اموت، خلصوني. عندك كلمة السر. الوطواط. خش. عايز ايه؟ عايز اقابل معلم. قول له شاكر علي من اسطنبول. يا معلم، وصل راجل اسمه شاكر علي من اسطنبول. باين عليه جريء قوي، ده ما يخافش من الخطر ولا ايه؟ اللي عايز يكسب ما يخافش من الخطر يا معلم. وازاي عرفت مكاني؟ لحقت ايدك اليمين وايدك الشمال، وانت عارف اللي يسأل ما يتهش يا معلم. طيب وعاوز ايه؟ عايز اشتغل معاك. ما تتسرعش، شوف قبل مصير اللي ما تعجبنيش اعمالهم وبعدين احكم. خدوا لي نمرة 17 علشان يشوف.
بعد اللي شفته كمان عايز تشتغل معايا؟ ايوه عايز. ان كان كده تعالى جوه. انت عجبتني وحتشتغل معايا، وعلى فكرة خنقتك في الكباري عجبتني قوي. وعرفت ازاي؟ مفيش حاجة تستخبى علي، انا المعلم انور، واللي يشتغل معايا دغري يكسب ذهب. على فكرة حيكون مبسوط قوي علشان انا ورايا رجالة وحكم وعلماء وكل دول تحت امري. انا حيجي يوم حتشوفوا انور يحكم فيه العالم كله، فاهم؟ طبعا فاهم. اسمعني كويس اما اقولك، خد بالك دلوقتي هتستلم المهمة الاولى. الراجل يحيى اللي اتقتل في القصر كان جايب لي معاه دفتر في معلومات مكتوبة بالشفرة. من هنا لنص الليل لازم الدفتر وورقة الشفرة يكونوا عندي. امرك يا معلم. خد بالك لو ما نجحتش في المهمة دي انت هتموت. ايوه طوكيو جينزا سامعك. ودي الدفتر الموجود مع سليم سرعة على الاوتيل، وانا هروح ادور في غرفة امال على ورقة الشفرة. تمام؟ حاضر. تمام. أربع دقايق، يعني لو ما جاش لازم نخلص عليه النهارده. أيوه شاكر علي وصل. يدخل. إيه؟ دفتر وورقة الشفرة كمان. برافو. دلوقتي برهنتلي اني كنت عاقل لما قبلتك عندي. هيكون عندك مهمات تانية تعملها. روح نمرة 17. مش لازم تعمل كده، انا قلت لك اني هشتغل معاك، انت عايز ايه منها؟ انا عارف انك بتحبها، لكن في حاجه انت مش عارفها، دي خاينه.
تخدعك تشتغل مع البوليس اللبناني. مش معقول، انت غلطان يا معلم. انا ما بشتغلش عند مجرم لئيم زيك. ابدا، ما احنا عارفينها من زمان، وهي بنفسها اعترفت. يعني كنت بتخدعيني؟ طبعا، والغرام اللي كان بتديهولك كان كله كده. افتكر حتنتقم منها. انا حرب بيك يا خينا. ده اللي كنت انا عاوزه. لو تعرف قد ايه ثقتي بيك هتكبر قوي لما اعرف انه شعورك نحوها مات خلاص. كان لازم تعرف انها ما تقدرش تضحك عليا، لكن هتدفع الثمن غالي. ده بقى انت وشطارتك. ودلوقتي تعالى لي شويه عشان عايزك في حاجه مهمه. ونجحت كمان. أنا صدقتها وافتكرت إنها بتحبني. المرأة سر محدش قدر يكتشفه. سيبنا من الحاجات دي وخلينا نشوف شغلنا. المكان ده ما بقاش بأمان، لازم تنقل العلماء اللي بيشتغلوا عندي لأنكرة بالطيارة بأسرع وقت. في الطيارة؟ مش تلفت النظر في المطار؟ إحنا عندنا طيارات خاصة ومطار خاص، لازم نعزل من المكان ده من غير ما نسيب ورانا أي أثر، مفهوم؟ حاضر. أنت مستعد للطيران؟ نقدر نطير حالا. تفضلوا. كنت خايف ان الجواب ما يوصلش في الوقت المناسب. كان سهل عليا اخدعه واخد مكانه. نعمل ايه دلوقتي؟ يلا. دلوقتي لازم تروح اسطنبول مع اللي فضلوا في الطياره. مع السلامه. برع الغنم. مفيش غنم هنا. اوعى تتحرك. Thank you.
تتعبش نفسك، مش هتحتاج لهم في المكان اللي هتروح له. ايديكم كلكم فوق فوق بدون حركة. ان كنت بتعمل كل ده عشانها احنا نقدر نصلح الامور. انت عارف مصير اللي يخونوني. لازم تقلع للنعدة عشان نعرفك كويس. اعرفك بنفسي، جلال احمد من الانتربول اللبناني. Thank you.